6000 سائح جزائري يتوجهون يوميا من الشمال نحو الولايات الجنوبية عبر المحطات البرية لحضور احتفالات رأس السنة الجديدة. هذه الفترة بالذات يكثر عندنا الطلب على النقل للجنوب، نتوقع أن راح يكون عندنا معدل 6000 مسافر في اليوم، يعني راح نتجاوزوا العدد العادي اللي هو بين 3500 حتى 4000 مسافر، يعني اقل شيء راح يكون عدد المسافرين 6000 مسافر يوميا. هذول للجنوب برضه؟ للجنوب فقط. ياسين واحد من الذين التقينا بهم في بهو المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة في العاصمة، قدم لاقتناء تذكرة سفر ليتوجه نحو تيميمون للاحتفال برأس السنة الجديدة. رايحين أضرار في تيميمون ونفوتوا على غردايا، نفوتوا لي فاكونس تاعنا، فهمت؟ وقت عبد زايد تاعنا كبيرة والصحراء تاعنا كبيرة، وفوتوا ثم لي فاكونس، وهذه هي لا زون تاع الصحراء لهنا، لأنه باش على الأقل نروحوا نجوزوا لي فاكونس في الصحراء تاعنا لهنا، سيرتو تيميمون. العطلة تاع نهاية السنة هذه خاطر نستغلوها احنا هنا في الوطن تاعنا خير، باسكو عندنا مناطق سياحية الله يبارك، مش غير تيميمون، عندنا إليزي، عندنا مناطق سياحية يعني الله يبارك خير حتى من الأوروب. بات جنوبنا الكبير على غرار إليزي، جانات وتيميمون وجهة أخرى للجزائريين لقضاء رأس السنة الجديدة في ظل ارتفاع تكاليف السفر إلى خارج الوطن.